كل هالمحاشي؟ لمين عم تعملي كل هالأكل؟ منلاقي أكيلة، يمكن نعمل عزيمة. ليش مين قلنا لنعمل عزيمة؟ الرجال ما في بركة بالبيت، بده يكون في رجال حتى كل شيء مسح مسح، بيستاهل الطبخة. أولاد كتير طوال وقصار، قريبين. الوحدة صعبة كتير. انت بدك تطلعي لي خلقي عند هالليل؟ لا لك عم بكفي، لا بقى تعذبي حالك، هالاكل رح ينكب. دخيلك عم سلي حالي. انت بلزمك مطعم، بتطبخي وبتنفخي وهيك بياكل الرايح والجاي. قديش بتسلى الواحد؟ والله الحبسه بين اربع حيطان بتجنن وبتطقق. ايه عم بستنى منك كلمة. رضوان جاهز من زمان، خدي من جواهر وانت ديري. عم بحكي من شانك. ها انا حكيت هيك مشان عمر، لانه ما بقى معه مصاري. ليش بقي عمر؟ ركض لعن جواهر، عملت اللي عملته وسرقت الزلمة مني. مثل ما اخديته بتتركه. انت شوفي شغلك، انت بدك تصيري ام الصبي. جواهر عاقر. ومنين جبتيها هاي؟ دخلك قولي لي وينه ابنها؟ قال بحبوا بعضهم كتير وحب كبير. وين الاولاد؟ كم شهر بقيوا متجوزين. يمكن طلعي على حالك، رجال رمى حاله عليكي وبطنك منفوخ. انت لا تفكري ولا على بالك، انا بحل كل شيء. ايه بالشقفه اللي عبطني اكيد بصير غير. يو لقينا الولد يا، وفوق صبي كمان. ما بدي خالتي اقبال، بيني عم تدبري ملعوب حرام. ليك هي مو مثل غيرها. المرة بدها تعطيك اياه برضاتها، شو علاقتك؟ اصلا اذا ما اخذتيه حرام. معناها بدك تخليني احكي مع المرة. بدي اسمع باذني انها بدها تعطيني اياه. ماشي، اذا ما بتثقي فيني كل هالقد ماشي، بقول لها تجي لهون وتحكي معك. الو رد. مالك اغا؟ انت اول واحد بيتصل فيه. ليك هذا هو رقم موبايلي. ها كيفك ست جواهر؟ انا زعلان منك شوي. بعرف، لهيك عم اتصل فيك اصلا. لا تزعل مالك اغا، رحت لانه كان لازم روح. لك لك انت شو الله جابرك تبرري تصرفاتك ولمين؟ لا اله الا الله.
صارت معي شغلات، بعد كم يوم برجع بحكي لك بالتفصيل. بشيرة عن قريب بدي ارجع للشغل بالمطعم، بتجي وهنيك بنبقى بنحكي. انا اتصلت لقلك انه انا ممنونتك يا اغا على اللي عملته معي، رعيتني مثل بنتك. ان شاء الله ما بتشوف الا كل شيء منيح. معقول هالحكي؟ جواهر انت اغلى صديقة عندي، شو يعني منتركك للوحوش؟ زعلت رغم كل شيء، عم بيديروا بالهم عليكي مثل هون؟ ايه ماشي الحال. طبعا شو ما عملوا لي هون ما رح يكون الوضع مثل عندك. لا حول ولا قوة الا بالله. ست جواهر ابعت لك سيارة؟ وين انت بجيبك؟ انت لساتك مريضة. لا اغا منيحة، انا عم بمزح معك، انا ببيت بشيرة، ما شاء الله مو ناقص علي هون غير لبن العصفور. تفاجأت والله، لسه امبارح قلعتي لي عمار. ايه هيك صار، الظاهر لسه ما طلع من قلبي يا اغا. يلا بخاطرك دينك برقبتي، لما بتمرض بتتصل مباشرة بهذا الرقم. ها انا يلي بدي دير بالي عليك. الله يسعدك يا جواهر، وان شاء الله وشك بيضحك من هلا ورايح. تسلم يا اغا. ما بقى عم بيخبرونا بمحله يا أغا، لما عم بيشوف رقمنا ما عم يفتح التليفون. مرة اتصلنا فتح، قال أنا بالطريق وبعدين بتصل. ولك شلون بياخد البنت هيك وهي مرضانة يا أخي؟ خلوه يرد، بعت له رسالة الأسا ام اس، ما هيك اسمها هي؟ خليه يجيب البنت على المستشفى. ولك هاي بدها رعاية، وقل له علساني الله يعدمني نظري ويعدمني حياتي إذا بمد إيدي أو بساوي شيء. أغا ما عاد يوثقوا فيك. أجو أنا أجدب غير أهل للثقة؟ لك شو انا وحش قدامكم؟ ضحكت عنزة على باب المسبخ منك الى ولد الى مخلتي. قومي يلا بسرعه بسرعه، شو لا تتبن صار الكل سان تضحكوا وتحكوا فيه. ولك يلا من هون، دقيقه 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 دقيقه، وين رايحين؟ طولوا بالكم. عم نمزح ناخذ نعطي، قلت بطري الجو هيك ما حلوه يعني. عيوشه خدوش عدو ورداتي انتو، تقبروا قلبي ان شاء الله. ايه دخيل عينكم انا. ايه اغا تركا بقى، شكلها هالبنت ما رح تسمع منك. ايه تركا، هاي اختك مريم اخذت جواز سفرها. ما بصير. يعني تاخده يا عيني تاخده، انا شو دخلني؟ بس لازم ترجع لانه عنده معالجة. ايه والله الدكتور بهدلني، هاي يمكن تموت على الطريق وخطيتها برقبتي. الله لا يقدر يا شباب، مشان الله لاقونا يا هبا. حتى لو لقيناه هون ما رح نخبرك يا أغا، إذا بدون بيجوا لحالهم. منيح، ما عاد حدا احترمنا هالأيام. نسيتوا إنكم كنتوا تشتغلوا عندي. الحمد لله اللي ما عاد قلنا عندك شغل يا أغا. صحيح نحن اشتغلنا عندك فترة طويلة، بس هلأ صاروا الناس كيف ما كان بيدبروا راسهم. ببقى بشوفكم بأيام الموسم. يلا نحن منستاذن، يلا تصبحوا الله على خير. بالسلامة. مع السلامة يا شباب. مع السلامة. شفتوا بعينكم؟ فصعونة اسمها مريم طيرت الأغوية، ما عاد حدا احترمنا، تبهدلنا، صرنا بمسحة بالضيعة. صاروا يقولوا اللي ما قدر يحافظ على أخته ما بيلبق له يكون أغا. حسيت عليهم، بسلم 10 مرات لواحد يرد علي. معقول هيك يا أغا؟ شو بيقدروا الناس يعملوا بلاك؟ لا ترد على هدول. لا هالقصة خلصت خلصت خلاص.
ما عاد في أغوية. ملت ما بتطلع جبرين، كسرت ظهري وكسرت راسي، نهتني. مين؟ أنا جاي من شركة السياحة ست فاطمة. سيد رضوان؟ خير في شيء؟ فاطمة خانم، هاي السيارة اليوم تحت أمرك، وأنا شوفيرك. عن إذنك، في شغلات لازم نجيبها. تفضل يا رضوان، كل شيء جاهز. لو تشوف شو عملت. أيوة، أصبح عملتوها فيني. يلا، جهز الولد بسرعة. شو عم تقولي هيك؟ معقول بسرعة؟ ليش بصير هيك فجأة؟ من مبارح لليوم عم نشتغل مثل النعم. إيه؟ ليكي، سيارة جاهزة، وفي بالصندوق لحمة وخبز تازة ومنقل وفواكي، وهون محشي وسلطة وشغلات كتيرة كمان. والله أنتوا بتخوفوا كتير. يلا يلا، ضبوا غراضكن. أنت تعال لجوا لصب لك كاسة شاي. بحط هدول بالسيارة وبرجع. ايه يلا ماشي، فوتي حضري الولد. انت اجيت ما حسيت عليك. تأخرت بالجية. خير ان شاء الله. شميت شوية هوا. انت متضايق من شي؟ لا لا لا. ليك متضايق منا؟ نحن مو بقيانين على طول هون، اما الهربانين ما بعرف. لا يا اخي، معقول هالحكي؟ استغفر الله. شغلة تانية يا اخي. طيب شو صاير؟ احكي لي قبل ما يفيقوا البنات. لك هي بشيرة حكت حكي مو مناسب ابدا عن جورية. شو قالت؟ قالت اجا وقت نجمعكن عم خدة وحدة. ايه الله يتمم على خير. لا لا اخي، هاي الشغلة مو معقولة. لك ليش؟ البنت منيحة. صباح الخير اخي عمر. صباح الخير. بدك لاقي احسن منا لهي؟ لك لا اخي، حاجة تركبني. فاطمة، انت اجيتي شي مرة لهون؟ لا خالتي، ما انت بتعرفي كل شي. ايه؟ طلعت من ضيعتنا وجيت على ضيعة عمر، بعدين انتقلنا على القصر، ومن هذاك اليوم لهلأ قاعدين بين اربع حيطان. يعني ما درتوا حوالين البلد وتفتلتوا؟ وكيف بدنا ندور؟ هاي جازة شغلة حص بقى. مظبوط. انا من ناحيتي حب الدوارة كتير، الأكل والشرب، الروحة والجية. بس مرتي ما كانت هيك، ما كانت تحب تطالع أنفا من الضيعة، قمت خليتها هونيك على طول. رح تموت بهمة. شو استفادت؟ هاي خسرتك. الإنسان بيساير شوي. ليك هذا المحل كتير حلو رضوان. منيح هون ست فاطمة؟ منوقف هون؟ منيح، منيح كتير. ولك بتأمري أمر. الحمد لله على السلامة. خذي أختي. أعطيني شي شغلة أحملها. لا لا، أنت ارتاحي، أنا باخذهم. هذا مشانك، مشان تعدي براحتك. يلا يلا، نحن بنرتب كل شيء. لا لا خلص، انتوا روحوا ارتاحوا، انا بوديهم. عم تقول ما بدها تاكل. انا هلا بشوفها. كيف ما بدها تاكل يعني؟ احكوا لشوف، قلتوا بدكم تفتحوا موضوع. ايه، الموضوع عن المطعم تبعنا. خير، شو بالمطعم؟ كان الأخ عمر عم يحكي،
قال بده يروح على اسطنبول ويأسس شغل، وانت بدك تروحي. ايه بدها تروح طبعا، انا ما فيني اتركها هون يا اخي. ايه اختي شو بدنا نعمل نحنا؟ اذا انتي رحتي رضوان ما رح يترك لنا المطعم. ما حدا رايح ولا جاي، طمن. شو انا بروح بدونك لهونيك؟ امبارح كنت رايح. انا ما بزت حالي على شغلات ما بعرفها يا عمر. احنا اسسنا هون شغل، انا وياهن تعبنا كتير على هالمطعم، وموضوعنا بنحكي فيه انا وياك بعدين. انا شفت الموت بعيوني، مفكرين هذا بيمرق بسهولة؟ من هلأ ورايح انا ماني ملك حدا، انا ما عادت مثل اول. آغا قوم بقى، شوف قدي صارت الساعة، جبت لك كاسة شاي. ما بدي قوم يا مرمر، ما رح قوم لموت. آغا خير انت شو صاير معك؟ انت ما كنت تعمل هيك. ليك لا تكون انت مرضان، خبره للدكتور خليه يجي لهون. شو بده يعمل الدكتور يا مرمر؟ بيرجع اللي راحوا؟ طلعت مشى شوي، أنا بقعد عنده. انتبه لحالك غالي، قوم حدا يشوفك. ماشي بلا ما يطب علينا بلال هلأ، وبطريقك جيب معك فاصولية ولحمة مفرومة. ماشي أختي. إيه صلنا زمان ما التقينا. أنت كيف صرتي أختي؟ الحمد لله على سلامتك، قال وضعك أسوأ من وضعي. إيه شو بدي أحكي لك يعني، يلي مو خالص عمره ما بيموت. رجب حطوه بالسجن عقبال برهان إن شاء الله. ليش نحنا منقدر نعمل شي؟ قدر ومكتوب، في حدا بيقدر يهرب من القدر؟ هلأ جواهر القوية هيك عم تحكي؟ أنا مشيت مثل ما بدي، ما رضيت أبقى ببيت أخي وطنشت كل اللي ضايقوني لأني أرملة. شو هاي قدر ومكتوب؟ أنا بدي غير قدري. مريم أنت على طول بتوقعي بالأسوأ، بعدين منو هاد؟ لما بدك تغيري قدرك لازم تكوني لحالك، مو من تحت سقف هذا لتحت سقف هداك. انتي وضعك ما بيختلف، لفيتي ودرتي ورجعتي للأخ عمر، انتي كمان يئستي. أنا وضعي بيختلف عن وضعك يا مريم، أنا اللي صار معي بسبب الحب. بس رجب شو كان وهلأ هذا أمين شو؟ ليكون في شي ما بعرفه وليه؟ هلأ غاطس بحبك من سنين، هاي منعرفها. ما بعرف يا أختي، أنا كنت حاب بعيد، ما بعرف غيره. بس هلأ بعد اللي مريت فيه صرت حس في إشكال كتير للحب. أمين شاب كتير كويس. إيه والله باين تنظيف. O da nereden çıktı? Etin yanına alırsın acık rakı. Yok canım, şimdi siz hanımların yanında olur mu ya? Yabancı mıyız ayol? Hem bir parça ben de alırım. Ay pek iyi geliyor dizlerimin ağrısına böyle etle falan. Ay. Hey madem, hadi bakalım. Şerefe. منيح صحة خالتي إقبال. شايفة يا ست فاطمة؟ طلعت مو قليلة ست إقبال ها؟
شايف بالله كيف؟ شوفي عصير عنب. استغفر الله. المطعم تبعي اعتباري من هاللحظة الكن يا جماعة. تفضلوا لنروح نقول لهم ياها بوشون، هذا حقي الطبيعي، بدي اعطيكم يا بعطي لهدا بعطي لهاد. دخيلك يا رضوان، شربت لك شوية عرق صار بدك تعطينا المطعم. مين؟ أنا مو من الناس اللي بيسطلهم المشروب مرة هيك مرة يمين مرة يسار. غلطانة كتير انتي، كتير غلطانة يا ست فاطمة. منيح كتير، لازم ندق الحديد وهو حامي. بنروح كلنا سوا على المطعم وبيقلن رضوان هالحكي بوشه وهنن يعرفوا ويدبروا حاله. تفضلوا منروح هلأ، بعدين نحن بنقعد بنحكي بالشروط معك الإجرة وغيرها. لك هي مو مشكلة هلا. منروح على المطعم نتحاكى ناكلنا لقمة كمان بالمرة. يلا اوف. خد اشرب يا رضوان. يلا ونحن منلم المحل. يلا صحتكم. ايوه. الو، ايه عزة شو في؟ شو فاطمة شو عم بتقول انت؟ ماشي ماشي انا جاية فورا. شو في اختي؟ جايين فاطمة ورضوان على المطعم ورضوان عم يصرخ بأعلى صوته. شوفي ليش فايقين من هلا؟ امين في مشكله بالمطعم، روح مع جواهر وخليك جنبها. ما بصير انت تبقي لحالك. انا بنام، يلا روحوا انتو. لا لا بيبقى هون بالبيت خليك. شو انت عم تحكي؟ هذا المطعم لالي، لمين ما بدي باجره؟ اذا بدي باجره لكم وبدي باجره لغيركم. ما بدي اياكم. سهله كثير، في شيء اسمه كلمه شرف، ما بتحسن تطالعنا إذا نحنا ما وافقنا. هيك لكان هلا بنشوف. ولك أخ بدنا نوقع معك بالمغفر. ها هدي لي حالك وقعد على جنب. إيه خلينا نحكي مع بعض. تشرب وبتجي بتصرخ على الباب؟ عيب عيب. سيد رضوان اتركون، بكرة نبعت رجال بيفضونا المحل. ما في داعي للظلم، أنا بفضي المحل بدقيقتين. أنا بدي إياه بدون أي مشاكل. ولا ما بدي ما بدي، منشوف محل تاني. يا حيف بس عود بدنا نحكي. عود إيدك هيك وانتو كمان. وهي أحلى كاسة شاي. أمين أمري، عم تحكي شي مع أهلك؟ لا عم بحكي مع أخي. طب اتصل فيهم بقى، عيب هيك بيزعلوا منك كتير. بعرف زعلانين. سببي أنا. شو منعمل؟ هنن بيعرفوا قديش بحبك من سنين. ايه شو عم تفكر؟ شو بده يصير هلأ؟ ما عم فكر بشي. لما بكون جنبك ما بفكر بأي شيء تاني أبداً.
يعني رح نبقى هيك على طول؟ انت بس امري واللي بدك اياه بصير. واذا قلت لك روح مثلا؟ ما بتقولي اياه. كل ماله عم يصعب علي يقول لك روح. تعودت عليك. اليوم مريت على المحامية. ايه. بعد ما تقوصتي ما عاد عرفت شو بدها تعمل. قلت لها أنت كملي الإجراءات وتمشي بالأوراق مثل ما حكينا. عملت منيح. أصلاً بعد ما طلع رجب مجنون القاضي بيطلقنا فوراً. ايه هي سهلة. قالت منحل قصة الأملاك بفترة قصيرة كمان. كتير منيح، صار لازمني مصاري. أنا معي، أنت لا تفكري بمصاري. اعتني بحالك. اللي معي بكفوا نروح فيهم على اسطنبول. ليك أمين، أنا ما بقدر أوعدك بأي شيء أبداً. أوعك تنزل بحبلي على البير. أنا قلت لك بنزل على جهنم بحبلك. أنا لسه ما عم بقدر أقعد. لسه ما شفيت منيح لهلأ. بدي أرجع نام. شو هاللي عم بصير هون؟ نحن حكينا اللي بدنا نحكيه. احكي معي، انا ما سمعت. انا ما بدي ابقى هون يا سيد رضوان، مثل ما قلت لك بدي الشغلة بدون مشاكل. لا يا، بدك ترفعي دعوة وتاخذي المطعم، هي مو اسمها مشاكل؟ ما بتطلعوا لنحلها. لا تاخذي وتعطي، الموضوع منتهي. المطعم اعتبارا من بكره مأشر لغيركم. شكي بنتي. ليك هذا العقد تبعنا، وين عقدك انت؟ وينه؟ وينه العقد؟ وينه العقد تبعكم؟ إذا بتجيبي 20 عقد تاني ما بتفرق معي. والله أنا ما كنت بدي أبقى، أما هلأ جكر بقياني. روح اشتكي لمحل ما بدك. قلت لك بدهم يحطوا إيدهم على مطعمك، بالقوة يا سيد رضوان. مين؟ بشب لهم الشرطة والله. شو بدك تعملي أنت بالمطعم؟ كل هالشي مشان تخربي لي بيتي وبس؟ إيه، أنت اللي خربتي لبيتها، ليش بيطلع لك تحكي؟ بيت هالمرة هي وابنها لا معلقة ولا مطلقة. بهيك عقل رح تبقى معلقة أكتر. بلا ما ننزل لمستوى هدول يا خالي إقبال، انتو حلوا المشكلة بيناتكن. نحن لا تدخلنا بهيك مشكلة يا سيد رضوان. شو ما عاد في غير هالمطعم ناخده؟ امشي يا خالي. طلعت مو قليلة ها؟ لولا اللي ببطنك كنت بفرجيكي، بس هو اللي خلصك مني. ولك أنا بدي أفهم الشغلة بالغصب ولا بالزور؟ الملك ملكي أنا. بهد ملكك عراسك ولا؟ يا واطي، انت بس علق معنا لحتى فرجيك. وما عم بمزح. روحي يا. وعدتنا، قلت لنا عدوا سنة إذا بدكن، وزدنا لك الإجرة، شو بدك أكتر؟ بدي أستأجر حراس. والله لأجيب 5 حراس. ألو؟ ألو؟ مالك أغا، لازم شوفك بسرعة. معلش بحكي معك بعدين ست جواهر، هلأ مو فاضي. إيه هيك لكان. طب كان في شغلة بدي إياك تحلي لي إياها بسرعة، كنت بدي استشيرك فيها. هلأ مو وقتها، نحكي بعدين. إيه مثل ما بدك، معناها أنت اتصل فيني. مالك آغا خزلني.
خير يا؟ شو بكون ساكتين ما حدا عم يحكي؟ أنا عن جد كان بدي أترك المطعم، بس هلأ بالجكر في هون ما عاد بدي أتركه. لك اتركي أختي، خلي يرفع دعوة. عم قلكن شو في؟ مرتك بدها تاخذ المطعم منا. أي مرة؟ ما غيرها، ليش أنا محسوبة أصلاً هي اللي بدها تولد ابنك. هلأ هذا اللي طلع معها؟ بسيطة، أنا بعرف كيف ربيها. ما في داعي، أنا بحل شغلتي لحالي. أنا ما ولدت من بطن أمي معك. ليش عم تصرخي علي هيك؟ هاي مجنونة. عمين بدي صرخ لكان؟ عمين؟ أنا ما كنت بعرف واحدة اسمها فاطمة قبلك. جواهر ليكي عم تحكي بلا طعمة ها؟ ما معك حق، أنا عملت اللي علي وواقف جنبك. لا تنزعي بيناتنا. عم بتحاول حضرتها تاخد المطعم مني بالحيلة، بس مفكرة أنا بتركها هيك؟ مشربينه لرضوان ومدوخينه ومعبينه علينا وبعتينه يهجم مثل التور. والله لروح اقتلها. أنا بقتلك ها؟ لا تتدخل بشغلي، أنا بغرقها بجبر مي. تعال أخي هدي حالك، تعال امشي. أوف إهلا. أوف جواهر شو صار لك؟ شو ذنب الزلمة؟ المرة غيرانة ما عم تعرف حالها شو بدها تعمل. ايه أختي، الأخ عمر بهالقصة ما له ذنب. قال ما له ذنب، قال كل شي صار من تحت رأسه. أي حلاقة بيكون عم يتخالقوا هلأ عمر وجواهر. يا بنت لازم نشوفهم. تعرفي إنه نحن نشفنا لدم اليوم؟ ما كانت متوقعة أبداً. والله أنت صايرة بتخوفي. أنت عندك موهبة تمثيل بالفطرة، كل ما قلتي إذا في مشاكل رضواني جن جنونه. إيه لا يستهينوا بفاطمة. لسه استني، أنا بدي أخذ المطعم، بعدين بدي أجره لناس تانين جكر فيهم. لكي خالتي بيكونوا عم يتخانقوا؟ هاي الليلة اتنيناتهم ما بيبقوا تحت سقف واحد. جواهر بتكون عم تصرخ ما حسنت تضب مرتك. تعرفي فكرة العقد كتير منيحة. انت شيطانة شيطانة والله. وانت الشغلة مشيت بدمك، هلأ بلشت تدوقي طعم القوة. شفتي كيف طعم معاقبة اللي بيعمل معك عاطل؟ ها؟ حلو كتير. أيوة
خالي إقبال، أنا جوعان، دفعت آخر مصاري معي للتاكسي وإجيت على البيت. أنا انتهيت يا خالي. لحالي صار لهم 10 أيام ما طلع صوتهم، بيكونوا زاقوا على حالهم. معناتها هدول حاسبين حسابهم منيح. ماشي يا رضوان، أنا قلت له، قلت له بدي هد المحل فوق راسه. فوتوا لجوا، خلونا نكمل شغلنا. شوفي مين انت بتكون؟ انا عمار، حضرة الضابط، انا زوجها للست جواهر. مرتك معصبة كتير يا سيد عمار. ليك السيد سحب الشكوى ولهلا ما عم تحلها. حضرة الضابط، انا تعبت بهالمحل كذا شهر. ما معك عقد يا بنتي، صاحب الملك اجره لناس تانين، قانونيا ما بتقدري تعملي شيء. بس بدها تدفع حق الإزاز حضرة الضابط، وإلا ما بسحب الشكوى تبعي. ندفع بلا ما نكبر الشغلة. الله لا يوفقك يا رضوان يا عديم الوجدان. تفضل. يلا لا تتخنا، خود مصاريك يا ابني. لا بقى تشغل العدالة بهيك مواضيع فاضية. شكرا حضرة الضابط. العفو. اللي قلت عنه موضوع فاضي هو حياتي، الأمل المتعلقة فيه، مصدر رزقي. تصرفنا كان جهل وثقنا بكلام الناس لأننا ما منعرف غير هيك. بس يلي صار معنا منيح تعلمنا. لا تتخلي. يلا الله معي. معنا صار لك 15 يوم قاعدة هيك. ليكي هالمرة المحل منيح كتير، يعني إذا ما وافقتي ما منحسن ناخده. روحوا أنتوا يا بشيرة، إذا قلبكن لهفلو خدوا، نسوني أنا. لا يا أختي، نحن ما منحسن نشتغل بدونك. منيح لا تشتغلوا معناها. بعدين شو كنتوا عم تحكوا؟ صار شي؟ بدي دور على شغل. شغل؟ شغل شو؟ شغل مو سمعاني بالشغل؟ الإنسان اللي بيشتغل ليعيش هذا هو.
أهلا وسهلا مدام. سيك لشوف ابني. كيفك حضرة المدير؟ شكرا. أهلا وسهلا ست فاطمة. تفضلي. ما إجا السيد رضوان؟ اتصل وقال هلأ جاي. منيح، ناكل شي شغلة ونحن عم نستنى. ماشي تفضلوا. قديش بيطلعوا هدول؟ 20,000. الله يعوض عليك. شو بتحبوا تاخدوا أساتذة؟ ما شاء الله شو مليان. ماشي منيح ما شاء الله. لا بفضل أحسن. بكرة الصبح بعد خد محشي ورق عنب، بدي لفهم اليوم. يا سلام، قولي معناتها نحن معيدين بالمطعم. حبوا الناس ما هيك؟ يا ريت تعمليه كل يوم. ألف مرة عملته قدام الطباخ، ما بصير إلا أنا أعمله، يعمله هو. دخيلك يا ستي، وين هاي الموهبة اللي عنده؟ شرفي. عشرين ألف. نيح، نادي مدحت. عفوا إذا بتريد. مريني مدام. ودي هدول على البنك واستعجل بالرجعة، شوف الزحمة. على عيني مدام. شو لوين؟ على البنك سيد رضوان. حضرة الخانم جوا؟ إليك. صحتين وعافية، أهلا وسهلا، شرفتونا. يسعد لي أوقاتكم. يومك. وينك لهلأ يا سيد رضوان؟ متنا من الجوع. شوف شو بدهم يا ابني، تعا. أمرك معلم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، شو طلباتكم؟ ما بتقعد معنا؟ ما بقى عم نعجبها، صارت أكابر. يا الله، انتو عم تغاروا منا يا بنات؟ خليها مثال إلكم، ليكي عم تشتغل بالحقل وبنفس الوقت عم تقرأ الكتب من الجلدة للجلدة. قال بدها تاخد البكالوريا. يلا يلا كله يا بنات. يلا خلونا ناكل. ايه والله خلونا ناكل. بسم الله.